الخير عليكم متابعينا وين ما كنتوا، وحياكم الله معنا في برنامجنا اليوم وشاي ضحى اللي دائما حرص نقدم لكم مواضيع تلامس مجتمعنا. فاليوم ان شاء الله مواضيع جدا مهمه تفيد الاسره والمجتمع. بعد ما صبحت عليكم بالخير اصبح على زميلتي العزيزه اسماء. يا صباح الخير يا اسماء. صباح النور افتخار، واكيد نصبح على الساده المشاهدين بحلقه جديده من برنامجكم شاي ضحى. وبالتاكيد يعني يمكن من اولى المواضيع اللي ودنا نتكلم عنها، دام ان احنا مقبلين على الاحتفال بالأعياد الوطنية، هني دور الأسرة الصراحة بتوجيه عيالهم افتخار، خصوصا نحن نعيش في أزمة كوفيد-19 والأوضاع جدا مختلفة عن السابق. يمكن قبل يكون التوعية أن لا تروحون مثلا بالشارع، ابتعدوا عن السيارات، الاحتفال بطريقة تكون جدا حضارية، ابتعد عن مثلا الأمور اللي ممكن تزعج الآخرين. لكن اليوم النصائح مختلفة، ان لابد ان نبتعد عن التجمعات. الاهل يحرصون على عيالهم انهم ما يطلعون للاماكن العامه اللي تكون مزدحمه، لان هذا بالنهايه لازم يكون في التزام. مثل ما تفضلتي اسماء، مشاهدينا يجب ان ناخذ الموضوع بالوقت الحالي والفتره الحاليه على محمل الجد، يعني الابتعاد عن التجمعات، الابتعاد عن زيارات اللي ما لها داعي. دائما لو بنتحكي عن الماضي اسماء، كانت عندنا نقول بيت الحموله، الاسره الكبيره اللي بتجمع مع بعض، ولكن مع تطور الحياه اصبحت الاسر صغيره. فاتمنى في هذا الوقت وهذه اللحظه كل اسره تحتفل مع اولادها، مع نقول بيئتها الاولى، والابتعاد عن الاختلاط. لا نكون ما بين المطرقه والسندان، الظروف اللي قاعد يمر فيها العالم واللي قاعد نمر فيها احنا بالكويت ظروف استثنائيه، وللاسف قاعد نشوف عدد الحالات زادت. صحيح. والمستشفيات كذلك زادت. فذلك مشاهدينا، حفظا على سلامتكم وحفظا على مجتمعنا وحفظا على الطواقم الطبيه، يجب ان نقول نبتعد عن التجمعات اللي ما لها داعي، حتى لو كانت فرحتنا الكبيره في الفرحه داخل القلب يا اسماء، وليس بالتجمعات والمظاهر اللي نشوفها او تعودنا عليها في السابق. نعم اكيد افتخار، خصوصا في مؤسسات بالدوله قاعده تبذل مجهود كبير للحفاظ على المنظومه الصحيه، على راسها طبعا وزاره الصحه. فاحنا دورنا كافراد جدا بسيط، يعني ما لنا هذاك الدور، المسؤوليه مسؤوليتنا فرديه، مسؤوليه تحتم علينا ان احنا يكون عندنا هذا الوعي الكافي. وما شاء الله المجتمع الكويتي يعني عندها الوعي، لكن مرات الواحد يمكن تاخذ هذه الفرحه، خلينا نقول نجهز احتفالات وغيرها من الامور بينه وبين العائله، لكن لما يتذكر الشخص انه في اشخاص كبار بالسن، ناس يمكن ما عندهم مناعه ضد هذا الفيروس، الانسان نفسه واحنا دائما نقول ما يدري اصلا شنو مناعته، يعني حتى بعد ما اخذوا اللقاح، اللقاح ياخذ وقت على ما يتفاعل مع الجسم في جرعه ثانيه، وغيرها من الامور اللي للحين احنا حتى مو واضحه عندنا. علشان كذي الانسان يلتزم، هذه الارشادات موجوده، ما حطتها وزاره الصحه وحتى منظمه الصحه العالميه، الا انه هو فعلا هناك خطر كبير على البشريه، فهذا اكيد يحسس الانسان نفسه بالمسؤوليه. لكن احنا كتلفزيون الكويت بالتاكيد راح ننقل لكم اجواء مميزه، اجواء مختلفه. صحيح. تزامنا مع هذه الظروف، ولكن الفرحه موجوده بقلوبنا اكيد. راح نشوف اكيد من خلال شاشه تلفزيون الكويت، راح ننقل لكم مشاهدينا في هذا اليوم هو 25 و26 فبراير، نقول اعياد الكويت الحقيقيه، راح تستمتعون ان شاء الله من خلال متابعتنا. واطاعه ولي الامر جدا ضروريه. صحيح. الدوله قدمت ارشادات، مثل ما تفضلت زميلتي اسماء، حاليا المسؤوليه المجتمعيه يجب ان نلتزم فيها من خلالنا احنا، من خلال الاسر، من خلال عدم الاختلاط. ديوانيات بلاها، العروس بلاها، التجمعات اللي ما لها داعي بلاها، خصوصا في هذه الفتره. ما نبي نرجع حق المربع الاول، احنا اليوم اسماء كنا قاعدين نعيش بدايه كورونا منذ انطلاقتها قبل عام، للاسف التراخي، نقول عدم الالتزام بالشرطات الصحية، حتى الكمام للأسف الكثير قام نقول يحمل ارتداءه في أماكن يجب ارتدائها. نبي نحافظ على الأسر، نبي نحافظ على الطواقم الطبية، نبي نحافظ على الكويت، نبي نعيش فرحتنا بسعادة وسرور، وإن شاء الله كل أعوامنا وإحنا في رخاء وفي أمن وفي أمان. آمين يا رب العالمين. وعلى فكرة يعني أنا واحدة من الناس، بالنسبة لي الكمام وايد مهم، يعني إذا طلعت من غير الكمام أحس إن في شيء غلط. علشان كذي الواحد هذه خلاص صارت عنده عادة وتعود عليها، المفروض إنه هو يلتزم بالإجراءات والاحترازية، وإنه هو خلينا نقول مو شرط إنه أنا ألتزم علشان أنا مثلا لا يخالفوني، لا تصير علي مشكلة، لا أنا ألتزم لأن أنا أحس بالمسؤولية المجتمعية. لا خلينا يذكرون بعد أسماء المخالفات، يعني هناك سنة الدولة مشاهدينا مخالفات، اللي ما يلتزم بالإرشادات الصحية، لبس الكمام، نقول تعقيم اليدين، الاختلاط. يمكن مشكلة مشكلتنا مشاهدينا وانتشار فيروس كورونا وعدم انحساره هو الاختلاط. من آمن العقوبة أساء الأدب،
أمانة أسماء أنا مع العقوبات. نعم طبعا نتمنى الصحة والسلامة للجميع، وأيضا استمتعون بالاحتفال بالأعياد الوطنية بطريقة مختلفة أكيد تزامنا مع هذه الظروف. وإحنا اليوم إن شاء الله أيضا مجهزين لكم كثير من المواضيع المميزة، تابعونا من بعد الفاصل لنعود. ضيوفنا القادمين نورة اليعقوب نائب رئيس اللجنة النسائية للاتحاد الكويتي لكرة السلة، الدكتورة بلقيس العوضي أخصائية تغذية علاجية وأستاذ مساعد في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب. تابعوني في برنامج شاي الضحى، معاكم شيف جمانة جعفر. في فقرة أسبوعية راح نحضر لكم فيها أصناف من مطابخ مختلفة عالمية. الورد على متابعي برنامج شاي الضحى، تابعونا في فقرة الفنون التشكيلية اللي راح نسلط فيها الضوء على الفنانات التشكيليات المميزة. ومثل ما عودناكم مشاهدينا مع الشيف جمانة جعفر كل أسبوع تقدم لنا أطباق مختلفة، واليوم طبقنا حلو راح تسوي لنا طبق معلي لكن بطريقة جمانة، نشوف معاكم. صباح الخير، معكم شيف جمانة جعفر. اليوم بنسوي أكثر الحلويات العربية شهرة على مستوى العالم اللي هو أم علي. طبقنا تحديدا من المطبخ المصري. أم علي في له قصة ما أقدر أقول لكم إياها لأن أنا مو متأكدة من صحتها، وفي كذا رواية تناقلوها الناس عبر سنين وعصور، فحلو لو تروحون تسوون سيرش عنها وتقرون القصة لأنها وايد حلوة. بس الحلو بالموضوع أن طبق أم علي حافظ على اسمه من العصر الأيوبي. طبق أم علي في مكونات أساسية معتمدة على الخبز والحليب والشكر والمكسرات. اليوم بسوي أم علي فيها تويست بسيط، راح أدخل نكهة أمريكية لاتينية اللي هي الدولسي ديليتشي. شنو الدولسي ديليتشي؟ هو الحليب المكرمل. اللي مو متوفر عنده الدولسي ديليتشي ينباع بالجمعيات، يقدر ياخذ حليب مكثف محلى ويحطه بماي حار بالعلبة مالته من 3 إلى 6 ساعات، يخليه يطبخ بدرجة حرارة الماء، الحليب نفسه راح يتكرمل ويتحول لونه، راح يصير لونه نفس الكرمل. أم علي ما في له يعني مكسرات معينة نقدر نستخدمها، يعني في ناس تحب مثلا مع زبيب، في ناس تحب من غير زبيب، أنا شخصيا ما أفضل الزبيب فما راح أستخدمه بوصفتي اليوم. بالنسبة للمكسرات الإضافات تقدرون تحطونها حسب رغبتكم أكيد. أهم شيء إنه يكون الخبز محمص يفضل عشان ما يتشرب كل كمية الحليب، وأهم شيء إن تسوون صوص الحليب بطريقتكم أنتوا. أم علي عشان يأخذ شوي الطابع التقليدي يفضل إن تسوونه بالطبق يكون فخار، اللي مو متوفر عنده أكيد يقدر يستخدم البايركس، بس الفخار يعني سبحان الله يعطي نكهة ويخليه كذي طبق تقليدي. المكونات اللي راح احتاجها، راح نحتاج كرواسون محمص، كرواسون قطعته كيوب وحمصته بالفرن، تقدرون تستخدمون عجينة بف بيستري، تقدرون تستخدمون اي نوع خبز انتم حابينه. صوص الحليب راح نحتاج حليب وحليب بودر، انا حمصته تقدرون تضيفونه عادي، وحليب مكرمل. الحليب المكرمل فيه نسبة حالات فعشان كذي ما احتاج شكر وايد، ورح نحتاج كمية شكر حيل قليلة، ورح نضيف الفانيلا على صوص الحليب، نطبخها على النار، بعدها نضيف الخبز المحمص بالفخار،
نضيف المكسرات اللي احنا حابينها. اليوم راح اضيف شرايح الكوكونات، وراح اضيف شرايح اللوز، بعدها اشربه بالحليب واضيف طبقه ثانيه من الخبز المحمص، بعدها مره ثانيه الصوص والمكسرات، وعلى الوي راح اضيف القشطه مع الحليب المكرمل، وراح اطبخها بالفرن لحد ما القشطه اللي فوق تتكرمل، بعدها راح اطلعها وازينها بالمكسرات. اليوم سوينا مع علي بالدولسي ديليتشي، اعطاها توست شوي بسيط بس اكيد حافظ على هويه ام علي. تقدرون تضيفون الاشياء اللي انتم حابينها، تقدرون تسوونها بحليب جوز الهند، تقدرون تستخدمون وتفكرون يعني شلون ممكن تسوون ام علي بطريقه شوي يكون فيها توست. اتمنى تجربون الوصفه واتمنى تعجبكم، ونطروني بوصفات جايه مع برنامج شاي الضحى. حلو ان الانسان ينوع في حياته، وخصوصا بالنسبه للاكل، لكن يعرف شلون يحط هذه المكونات اللي تفيده واللي تساعد انه هو يمارس حياته بالشكل الصحيح، وخصوصا في الرياضه. يعني اليوم لما نتكلم عن المراه، ما شاء الله ابدعت في كل المجالات واهمها المجالات الرياضيه، مثلت الكويت في العديد من البطولات الرياضيه ايضا العالميه، واحرزت الكثير من المراكز المتقدمه، تارك بصمة كويتية نسائية في عالم الرياضة. معنا اليوم في هذا الموضوع كابتن نور اليعقوب، نائب رئيس اللجنة النسائية للاتحاد الكويتي لكرة السلة. صباح الورد وحياك الله معنا في شاي الضحى. صباح النور، هلا فيك. نقول صباح الصحة والنشاط. الله يحييكي، والله ان شاء الله كله نشاط. يا صباح الخير وحياك الله، وفعلا مثل ما تفضلت زميلتي اسماء، لذلك تقلدت المرأة الكويتية كثير من المناصب، وكونك نائب رئيس اللجنة النسائية في الاتحاد الكويتي لكرة السلة، حابين نتكلم عن هذا المنصب. بسم الله الرحمن الرحيم، أول شيء أشكركم على الاستضافة الحلوة. الاتحاد الكويتي لكرة السلة هو الجهة المعنية في كرة السلة في الكويت، وإحنا كون لجنة نسائية إحنا المسؤولين عن العنصر النسائي ونشاطات العنصر النسائي في كرة السلة بجميع أنواعها، يعني من ناحية بطولات، دورات، تشكيل المنتخب النسائي، هذه كلها تصب تحت مظلتنا إحنا كلجنة نسائية. نعم نعم، يعطيكم العافية أمانة، لكم نشاط يعني خصوصا في مجال كرة السلة، لكن بالنسبة لهذه الفترة الحالية شنو أبرز الأنشطة اللي أقمتوها؟ احنا تشكلنا في شهر 7 تونا، بعد ما تشكلنا بدينا في بطولة 3-on-3، وكانت بطولة مفتوحة لجميع اللاعبات، وكانت بعد تحت مظلة فيبا. بعدها في شهر يناير بدينا بأول دوري نسائي الحمد لله في دولة الكويت، وتحت مظلة الاتحاد الكويتي لكرة السلة، وللحين هو شغال. طبعا وقفنا خلال فترة اللي طافت بسبب الاشتراطات والإجراءات الصحية لكوفيد 19، وبس إن شاء الله بنرجع يوم السبت إن شاء الله. إن شاء الله. إذا توقفنا نقول أو توقفتوا خلال فترة كوفيد 19 وهذه الجائحة التي ألمت فينا للأسف، طيب ما هي الاشتراطات الصحية التي ستتخذونها؟ مثل ما قلت يوم السبت إن شاء الله ستكون العودة، نبي نتكلم شوي عن الاشتراطات الصحية. احنا من بداية من بلشنا من شهر 11 واحنا الحمد لله ملتزمين وايد بالاشتراطات الصحية، وهذا بالنسبة لنا أولوية. من ناحية عمل المسحات، ومن ناحية التباعد الاجتماعي خارج الملعب، لبس الكمامات خارج الملعب، عدم السماح للجمهور انه يحضر، هذا كله كنا شغالين فيه قبل لا يصير الإيقاف. بعد ما صار الإيقاف مع تشديد الإجراءات، زدنا شوية أشياء يعني زيادة كاتحاد، وبعد توصيات هيئة الرياضة خلينا المباريات وقتها بعيد عن بعاد عن بعض المباراتين، فيصير لما تخلص المباراة الأولى تبدي المباراة الثانية بعدها بمدة، فيصير يمدي اللاعبات اللي بالمباراة الأولى يمشون على ما المباراة الثانية يجون، لا خلاص ما يخلطون بعض كفرق. هذه شغلة. الشغلة الثانية سكرنا جميع الأبواب اللي تدخل حق الملعب، وخلينا فقط البيبان اللي تدش سيده من لغرف التبديل. وشغلة بعد الزيادة اللي وايد مهمة، طلبنا من جميع اللاعبات من طاقم فني ومن طاقم إداري وكل شخص بيدش الاتحاد يسوون مسح، اللي هم الحين المفروض
رايحين يسوون مسحاتهم يوم الثلاثاء. نعم الله يحفظهم إن شاء الله. إن شاء الله. وفعلا تقدرون ترجعون تمارسون هذا النشاط الرياضي المميز، وخصوصا يعني أكيد كل رياضة تحتاج ممارسة دائمة، تحتاج لياقة بدنية، فأكيد هذا الشيء راح يأثر حتى على مستوى اللاعبات. احنا نقول داخل دولة الكويت ما شاء الله يعني خصوصا بالنسبة للفرق النسائية في شتى المجالات الرياضية حققوا مراكز وإنجازات كثيرة. بالنسبة لكم كاتحاد كويتي لكرة السلة، خلينا نتكلم بشكل أكبر عن بعض الإنجازات اللي حققتوها حتى لو كان في عمر قصير في بدايتكم اللي بديتوها، وإن شاء الله لقدام يكون عمركم طويل في هذا المجال وكثير من الإنجازات، لكن بتكلم عن هذه الفترة. هو عموما المرأة الكويتية ما شاء الله قادرة أنها يعني توصل لأعلى المراكز. عندك البطلات في السباحة في السلطان، وعندك بطلة التايكوندو أبرار الفهد أخذت الميدالية البرونزية، وعندك وايد لاعبات ما شاء الله تبارك الرحمن وصلوا. وحتى قبل لا يصير في تكون لعبة كرة السلة تحت الاتحاد الكويتي، قدرنا نوصل في 2013 حققنا المركز الأول بطولة يعني وخذنا الميدالية الذهبية في بطولة بنياس في دولة الإمارات، وهي كانت بطولة عربية. فهذا تكلمين عن الفترة السابقة. الحين الحمد لله بعد ما شكلنا قدرنا نشكل منتخب تحت 23 سنة، وكنا ناويين نروح فيهم حتى في بطولة بالصين، بس للأسف مع الكورونا والإجراءات الصحية هذه تأجلت البطولة هم منهم يعني. فإن شاء الله عن قريب راح نقدر نشكل المنتخب الأول بعد، ويشاركون إن شاء الله في البطولات العربية وعلى المستوى الكبير، وإن شاء الله نحقق الأفضل إن شاء الله. إن شاء الله وندعي لكم دائما بالتوفيق. طيب نورة، حابين نتكلم عن تجربة عشتيها ألا وهي الإشراف على البطولات النسائية المفتوحة. نشوف ملاحظتك على أداء اللاعبات، شلون لاحظتيهم؟ لما بدينا في شهر 11 بالبطولة المفتوحة، يعني مثل ما قلت هي مفتوحة، فخلينا جميع اللاعبات اللي حابين يجون يشاركون حياهم الله. فما شاء الله تبارك الرحمن شاركوا 16 فريق، ويعني تقدرين تقولين أكثر من 60 لاعبة شاركت بهالبطولة. فكانت بطولة وايد حلوة، الجميع استمتع، أدوا اللاعبات أداء وايد حلو، والمنافسة كانت وايد حلوة وقوية، وكانوا مشرفين اللعبات في الأندية الرياضية متواجدين في الصالة، وقدروا يستقطبون اللاعبات عشان يدخلونهم في الأندية. وحتى النهائيات كانت وايد قوية، منافسة وايد قوية ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله بالكويت يعني في كثير من خلينا نقول الفتيات اللي عندهم الرغبة بالمشاركة بالأنشطة الرياضية، وتحديدا اليوم معاك كرة السلة. ذكرتي حضرتك أستاذة من قبل شوي تحت 23 سنة. طيب هالعمر هذا طبعا تحت 23 سنة أكيد يكون عمر صغير، في لياقة عالية وغيرها من هذه الأمور، لكن شلون تقبلون خلينا نقول بعض المشاركات عندكم في الاتحاد؟ هل في شروط معينة؟ هل في اختبارات مثلا لازم تجتازها المرأة؟ هي عشان تصيرين لاعبة كرة سلة أنت راح تدشين الأندية. نعم. فلما تكونين بالأندية تشاركين بالمسابقات، تشاركين بالبطولات، ترفع من لياقتك طبعا اللعبة. وإحنا في الاتحاد حاولنا نستقطب اللاعبات الصغار اللي هما تحت 23 سنة، وشكلنا المنتخب عشان بإذن الله يعني نروح وياهم في المستقبل. وحتى للمنتخب الدرجة الأولى إن شاء الله الحين خلال الفترة الجاية راح يصير التشكيل، ويصير المدرب هو اللي يختار. نعم. إن شاء الله. نورة قلتي 60 لاعب، يعني 60 لاعب لابد هناك نقول منافسة، منافسة شريفة أكيد. شلون تحفزون أنتم اللاعب وتزرعون داخله روح العطاء أكثر عشان يحقق ما يريد، أو توصلون نقول إلى إن شاء الله المحافل الدولية؟ التحفيز فيه له شك يعني كذا شكل. أول شيء الطاقم الإداري والفني داخل النادي أو اللي ماسك مثلا المنتخب، تشجيعه للاعب وهو يتمرن، تشجيعه للاعب في المباراة وايد مهم، وايد مهم انه يقول لك برافو، وايد مهم انه يقول لك اذا غلطت يقول لك والله انت ترى غلط عدلها سوي كذي. هذا شيء وايد مهم. الاعلام وايد مهم. لما انا كلاعبه رحت انجزت وخذت مركز وخذت بطوله، فدور الاعلام وايد مهم في تشجيع اللاعبات. وطبعا الاهالي دورهم جدا قوي لما تين تلعبين وتشوفين امك وابوك قاعد يشوفونك ولا يصورونك ولا هذا هم يشجعك. ان يكون في دعم من قبل الاسره وتشجيع كبير علشان يقدر فعلا الشخص الرياضي يكمل في مشواره، وخصوصا بالنسبه للمراه يعني تواجه كثير من التحديات داخل المجتمع، لكن اليوم صار عندهم هذا الوعي الكافي، والمراه نفسها صارت تحب تدخل وتخوض في هذا المجال، مجال الرياضي. لكن انا ودي اتكلم ايضا عنك شخصيا،
عن نورة اليعقوب اليوم اللاعبة، وخصوصا في مجال كرة السلة، وهذه الرياضة المميزة جدا، وأنا أعرف وايد ناس بدأوا فيها من عمر صغير، من مرحلة المدرسة يمكن حتى من المتوسطة، فودي أعرف عنك شخصيا متى بديتي في ممارسة هذه اللعبة، وهل المدرسة دور مثلا؟ للأسف أنا شوفي من يوم صغيرة أحب الحركة، أحب الرياضة بجميع أنواعها، قدم، طائرة، سلة، كلها كنت أحبها، بس للدراسة وخوف الأهل على أني تطلعي من الحصص أطلع وأشارك وكذي، كان في تخوف، وأنا حتى نفسيا كنت يعني أنا شخصيا كنت ما 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 حبيت أني أشارك وايد، بس لما صرت بالجامعة شفت بنت خالتي دشت نادي الفتاة وشاركت وياهم، فقلت خل أجرب، أنا أحب الرياضة، أموت على الرياضة، فخذيت فرصتي ودشيت، والحمد لله من 2011 أنا كنت في النادي وشاركت في البطولات وحرزنا يعني إنجازات الحمد لله. يمكن نورا قلتي أحب الحركة وشيء جميل نقول استثمرتي هذه الطاقة في الرياضة. طيب على المستوى الشخصي فوائد الرياضة على نورا، وخصوصا نقول نبي الإيجابية، أكيد ما فيها الرياضة عمرها ما لها جوانب سلبية، نبي نتحدث عن التأثير الإيجابي بالنسبة لك يوم مارستي كرة السلة. الرياضة بشكل عام لها فوائد وايد، أهمها اللي هو تنظيم الوقت. لما تكونين موظفة أو تكونين صحيح. بالمدرسة تطلعين من المدرسة الظهر ترجعين تتغدين تخلصين تروحين النادي تتمرنين لك ساعتين ترجعين تاخذين لك شاور تتعشين تنامين، ينظم وقتك بشكل وايد حلو. هذه يعني هذه أكثر ميزة للرياضة. ثاني شغلة طبعا فوائدها على الصحة البدنية، قوة القلب، التنفس، اللياقة، هذه بعد صحيح. وايد حلوة. وأكثر شيء بعد مهم بالنسبة لأطفال وكبار، الرياضة تساعد على تقوية الشخصية. صح. لما يكون عندك فريق كل يوم تشوفينهم يعتبرون عائلة ثانية، تروحين وياهم معسكر، تروحين وياهم بطولة، المنافسة نفسها تزرع فيك القوة الشخصية، فهذا جدا مهم. نعم، والتقينا في برنامج شاي الضحى بكثير من الشخصيات النسائية بشتى المجالات الرياضية، وهذا فعلا كلامك دقيق بأنه لاحظت أن الشخصية جدا قوية واثقة من نفسها، فهذا شيء وايد مهم أنه ينزرع حتى بالأطفال الصغار، يكون عارف شلون يواجه التحديات في حياته. فأنا ودي أتكلم عن دور رئيسي هو دور الأسرة، وأثناء حديثك ذكرتي أن الأسرة دور كبير في تشجيع عيالها، إيش كثر مهم أنه تكون مساندة لعيالها في المجال الرياضي، وخصوصا لما يكون الطفل صغير انه يكون في تشجيع على ممارسه الرياضه، وخصوصا احنا الحين في هذه الفتره مع ازمه كورونا وايد ناس يعني يمكن قطعت عن النوادي الرياضيه، قامت تاكل بشكل خاطئ، ما تمارس الرياضه، فايش كثر تشوفين هذا شيء مهم ودور الاسره؟ انا حسب علمي الرياضه او عشان انك تدخلين اللاعب في النادي مهم انه يكون بين 6 إلى 9 سنوات. نعم. في هالفتره القوه الذهنيه والعقلانيه عنده تنمو بسرعه، وغير روح المنافسه بهالعمر بالذات ينمو عنده، فحلو انه بهالعمر انك تدور بابنك انه شنو اللعبه اللي يعني تعجبه، فعشان شنو إذا أنت دشيت من عمر صغير تنمو عندك قدراتك لين توصل بعمر 16 ولا 15 ولا 18، إلا أنت ما شاء الله تبارك الرحمن قدراتك والسكيلز عندك صارت عالية، فيصير حتى دخولك داخل الملعب يصير قوي، مهاراتك قوية، عندك فرصة أكبر للمشاركة مع المنتخب الكويتي، فمهم جدا أن يدخلون الأطفال في عمر صغير. من عمر صغير خصوصا نقول لو بروح محلات الالعاب نشوف اسماء ايضا حتى في لعبه السله موجوده، فممكن من الصغر نقدر احنا نزرع هوايات او نشجع عيالنا شنو يحبون اي نوع من اللعبه. ابي ارجع شوي حق الاشتراطات الصحيه وازمه كوفيد 19 اللي قاعد نعيشها، شلون عن قوانين اللعبه؟ هل اختلفت الوقت؟ يعني نشوف على المستوى الدراسي قلت مده الحصص، ماذا عن لعبه كره السله؟ هل قلت مده الشوط؟ لا، هي لعبة كرة السلة هذا قانون دولي فما نقدر ان احنا نغير فيه، بس احنا حاولنا خارج اللعبة كثر ما نقدر ان احنا نقلل نزيد الاشتراطات الصحية ونقلل الاختلاط، وحتى من ناحية النوادي داخل الأندية نفس الشيء مقللين الاختلاط بين اللاعبات بين الفريق والثاني، اوقات التمرين مقللين فرقين بينهم مثل ما قلت لك المباريات فرقنا بينهم عشان لا المباراة الاولى يخالطون المباراة الثانية، هذا راح تستمرون على هذه الاشتراطات ما بعد
حتى لو انتهت الجائحة؟ بإذن الله. هو حاليا احنا راح نستمر فيها، بس شوي الحين تقدر نقول احنا شددنا أكثر. نعم. عشان الاشتراطات الصحية عشان الكورونا يعني. نعم، وخصوصا ردتكم إن شاء الله يوم السبت، وإحنا نتمنى لكم التوفيق. وفعلا يعني هذه الرياضات تمنح الإنسان عقل، خلينا نقول عنده الاستيعاب الكافي، قوة بدنية، تحمل، وكثير من الأمور المهمة في حياتنا حتى اليومية. غير أن الشخص مو لازم يكون محترف، ولكن مجرد ممارسة الرياضة راح تغير من شخصيته. نصيحتك الأخيرة أكيد كابتن نورة بالنسبة للسادة المشاهدين. أنا الصراحة أنصح الأهالي دورهم وايد مهم. أنصحهم بتشجيع أبنائهم لممارسة الرياضة، أنصحهم أنهم يدورون فيهم شنو القدرات اللي يقدرون يدشون فيها أي لعبة كانت، سواء كرة السلة أو غيرها. لما يكون الأب يشوف بنته أو ولده في أرضية الملعب، شعور جدا جميل. لما يشوفه في منتخب الكويت، شعور جدا جميل. يشوفه بالتلفزيون، يتشجع أكثر. فهذه نصيحتي للأهالي صراحة، أنهم يشجعون أبنائهم. نورة اليعقوب، نتمنى لك التوفيق وكل الشكر لوجودك معنا في برنامجنا شاي ضحى. جواكم الله، مشكورين على الاستضافة الحلوة. شكرا لك، يعطيك العافية. من الجانب الرياضي وأبداع المرأة، أيضا من جانب المواهب الفنية، فقرتنا القادمة راح تكون مع الزميلة أنسام الخلف ومواهب الفنون التشكيلية. تابعوها. صباح الورد على المتابعين برنامج شاي الضحى. اليوم فقرة فنان تشكيلي، بتكون معنا فنانة تشكيلية اكتشفت موهبة الرسم عندها بالصدفة، وقررت انها تطور موهبتها عن طريق الدورات التدريبية. وفعلا طورت موهبتها لحد ما وصلت المرحلة انها تقدم دورات تدريبية بالفن التشكيلي. مشوار مميز من الإصرار والطموح. منو بتكون ضيفتنا صاحبة هذا الطموح؟ خلونا نتعرف عليها بعد هذا التقرير. رجعنا لكم متابعينا من بعد هذا التقرير، ورحب ضيفتنا الفنانة التشكيلية شوق بهزاد. يا هلا ومرحبا فيك استاذ. اهلا فيك. ما شاء الله قاعد نشوف توا بالتقرير عندك رسومات وايد مميزة وايد حلوة. لو بنعرف شوق الرسومات هذه، يعني اكيد يعني كان لازم يكون عندك خبرة عشان ترسمينها. لو نرجع حق بداياتك، كلمينا عن بداياتك وشلون عرفتي ان عندك موهبة الرسم. بدايتي كانت ب 2018. كنت ماخذة دورة إخراج، بدورة الإخراج متمللة وقاعدة شخبط، فأحد الطلبة قال لي شنو هذا الصوت كذي تشخ تشخ تشخ، فقلت له قاعدة شخبط يعني، كان يقول لي أوكي دام تشخبطين رسميني، فقلت له ما أعرف أرسم ويوه، يعني أنا أرسم شي زخرفة وقتها يعني أزخرف وكذي، ما كنت أعرف أرسم ويوه وأشخاص وكذي ما أعرف. كان يقول لي رسميني، فقلت له أوكي راح أسوي لك سكتش سريع وما أدري تشبهك ما تشبهك عاد ما أدري. فرسمته وطلع يشبهها يعني 90% يشبهها، بس يعني فيه غلط بالقياسات في كذي. فيوم رسمته وكذي كان ياخذ نهايه الدوره، كان يقول لي اعطيني الرسمه، فاعطيته الرسمه. كان يراوي باقي الطلبه، كان يشوفون كلهم انبهروا انه عجيبه الرسمه شلون رسمتي وكذي، فاعطاني الحافز اني ابي اخذ دوره رسمتي. فقلت له خلاص راح اخذ دوره رسم وراح ارسمك. طبعا انا لليوم ما رسمته. فش اسمه، اخذت دوره الرسم مع الفنان احمد مقيم بمركز وجهه. اخذت الدوره هني كانت مدتها 5 ايام، وهو عاقبني لان كنت جايه متاخر، انا ولا مره كنت اون تايم، فجيت متاخر. كان يقول لي خلاص دام كذي جايه متاخر ترسمين رسمه ملونه، ولازم بعقلي احولها ابيض واسود واسويها رصاص. فاول يوم تخصبت وما عرفت ارسم، كان اليوم اللي بعده، فقعدت رسمتها مضبوط. فكلهم بالدوره ما شاء الله رسمتك حلوه، يعني مو كنا مبتدئ اول مره بحياتك ترسمين. فقلت لهم والله ما ادري. بعدين اعطونا اسبوع نستخدم المكان، فاخذت بهذا الاسبوع جبت لي لوحه ياهل بطفل، تو قبل شوي صورته بالتقرير، طفل بعيد، فجبت الصوره ورسمتها كذي يعني
على طول بدون قياسات بدون اي شيء. فقاموا يجون يمروا عندي الفنانين كذا ما شاء الله رسمك حلو وكذي. من يومتها عرفت اني انا عندي موهبه الرسم يعني بدون اي شيء بالفطره. يعني الرسم اكيد طبعا يحتاج الموهبه، وما شاء الله موهبتك يعني كانت عاليه، اللي انت قدرتي مثلا من اول مره ترسمين رسمه يعني يمكن نتائجها قريبه 90% من الشكل الحقيقي، وهذا اكيد شيء حلو. شوقلو نبي نعرف الادوات اللي تستخدمينها بالرسم. طبعا كل نوع رسم له ادوات مختلفه، فشنو اكثر ادوات اللي تفضلينها برسوماتك؟ انا افضل الزيتي واستخدم رصاص وفحم، بس اللي يعني وايد احبه واستمتع وانا ارسم فيه اللي هو الزيتي. صحيح، وشفنا اللوحات قبل شوي بالتقرير الزيتيه وايد حلوه والوانها يعني حتى طريقه الرسم يعني اللون مو واضح وايد، دمج الالوان كان وايد حلو باللوحات. ووصلتي مرحله ما شاء الله شوق انك انت قمتي تعطين دورات في الرسم، يعني من متدربه لين انه وصلتي مستوى اللي تقدرين انك تعطين فيه الدورات. كلمينا عن الدورات هذه. اعطي دورات رصاص وزيتي، والمبتدئين احب اعطيهم الرصاص بالرصاص لانه يشوفوا يعني يصير عندهم طريق يعني عليهم بطريقه النظر درجه الالوان، اساس يعرفون درجه الظل الحيل غامجه من الدرجه الفاتحه، يعني عندهم شويه مهاره. احب يعني افضل اني اعطيهم بالزيتي كذي يدرجون الرسم يدرجون، وغير كذي ممتع حقهم هم من يشوفون استخدموا الزيت يحسون انهم خلاص فنانين اتقنوا الرسم. شيء حلو اكيد طبعا يدرجون بالرسم لما يصيرون موهوبين. لو بنعرف الفئات العمريه تقريبا اللي يجون ويشاركون دورات الرسم. طبعا كل الاعمار يولي، يعني في انا امهات يبون عيالهم على 11 سنه 12 سنه لان هم يكون بخاطرهم يتعلمون، بس العمر وكذي في بعضهم يعني ازواجهم ما يرضون فيبون عيالهم يتعلمون عندي. واكثر شيء بس اللي يقبلون توهم متخرجين من الجامعه كذي يعني 24 25 وكل الاعمار ما شاء الله. شيء حلو ما شاء الله ان الشباب قاعد يقبلون على الدورات، يحبون يتعلمون الفنون ويستغلون وقتهم بشيء مفيد. اكيد مع كل هالدورات والرسومات كان لك مشاركات بالمعارض. اي شاركت بمعرض الشباب كذا مره ومعرض الربيع وحصل جائزه بمعرض الشباب، وشاركت بعد بمعرض براس الخيمه وكانت تجربه حيل ممتعه يعني يشوفوا الرسامين من الكويت بدبي فحيل استانست. شوق ما شاء الله يعني حلو انك شاركتي بالمعارض هذه واختلطتي مع الناس ووريتيهم رسوماتك وفنك، واكيد مشاركاتك بالمعارض هذه كان في لها جوائز. كلمينا عن الجوائز هذه. اخذت جائزتي بالمركز الثاني بمعرض الشباب وحيل فخوره بنفسي فيها الحمد لله. وباقي الجوائز اللي خذيتهم كانت مسابقه بين فنانين، ففي لوحه ستيلاي شايفينها خذت فيها المركز الاول، وفي لوحه كانت مسابقه بين احنا الفنانين بوقت الحجر فثلاث لوحات ومنو يتقنها اكثر وهم اخذت المركز الثاني. ما شاء الله يعني من متدربه لجوائز وايد متميزه. اكيد لك نصايح حق الفنانين المبتدئين، تدرين شوق انه يعني فنان بدايه طريقه ممكن انه تواجه بعض الصعوبات، فنصيحتك لهم؟ نصيحتي لا تسمعون الناقدين وانجوي تستانسوا بالرسم، لان من تستانسين تبدعون. معلومات جدا مميزه استفدنا منها اليوم، يعطيك العافيه شوق ونتمنى لك كل التوفيق. الله يعافيك واجمعين ان شاء الله. كل الشكر لضيفتنا الفنانه التشكيليه شوق بهزاد، وتابعونا الاسبوع الجاي مع موهبه جديده بفقره فنان تشكيلي. شكرا انسام. ومن الفن التشكيلي ننتقل لمشاهدينا الى فن انتقاء التغذية. كلنا نعرف أن التغذية عمود الصحة والمعدة هي بيت الداء والدواء. أكيد راح نتطرق لمعلومات كثيرة اليوم عن التغذية وكيف هي تكون يجب أن تكون متنوعة ومفيدة مع ضيفتنا الدكتورة بلقيس العوضي أخصائية تغذية علاجية وأستاذ مساعد في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب. صباح الخير وحياك الله. صباح النور، يعطيكم ألف عافية. صباح الورد وحياك الله معانا دكتوره، والموضوع جاي بوقته خصوصا كل شيء عن التغذيه يهمنا، يعني الواحد حلو انه تكون عنده ثقافه ومعلومات بالاكل اللي ياكله، فانا ودي ادخل معاك في مفهوم الغذاء الصحي عند الناس اليوم، كيف يكون غذاء الانسان صحي ويكون متاكد انه هو اللي قاعد ياكله كله صحي 100% وعلشان يفيد صحته اكثر.
شوفي أنا كنت حابة أبلش بهالموضوع لأن أحسه وايد في سوء فهم بهالموضوع. يعني الناس لما تحكي عن نقول إحنا نظام أو أكل صحي، طبعا النظام الصحي إحنا نعرفه الأكل اللي يكون من كل المجموعات الغذائية متوازن، في خضار في فاكهة في نشويات بروتينات، طبعا في بعد الألبان. لكن اللي كنت بحط لي أهم من هالشيء إن الشخص هو يكون عنده علاقة حلوة مع نفسه، إني أنا أكون مقتنعة من شكلي، حابة نفسي، هذه هي العلاقة راح تكون راح تعطيني أكثر دافع إني أكل بطريقة أكثر صحية. فلما أنا أفكر بأكلي إنه هو مصدر طاقة حقي أو إنه هو أنا قاعدة أكل عشان صحتي، هذا هو راح يشجعني إني أكل بطريقة أكثر صحية. صح. فمفهوم عندنا الفكر التغذوي بالكويت شوية صاير شوية خاطئ يعني. فإحنا حابين نقول الأكل الصحي هو لما الشخص يحس إنه هو صحي، إنه هو نفسه، هو حاب نفسه وهم بعد حاب أكله بنفس الوقت. نعم، يمكن دكتورة اللي يلتزم بالأكل الصحي مثل ما تفضلتي أكثر شيء عندما نصاب بمرض مشاهدينا، قد يكون السكر وقد يكون الضغط، لذلك نشوف نبتعد عن الملح، نبتعد عن السكر خلال هذه الفترة. مرنا في فترة حظر، وإن كلنا نعرف هذا فترة الحظر يعني أنت قاعد في البيت، وأغلب الأمهات كان شغلها الشاغل المطبخ، شلون تفنن في طبخات متعددة وقد تكون غير صحية. صح. مثل ما تفضلتي فيها سكر زيادة، فيها ملح زيادة، شلون أنا أحافظ على الوزن، ما بقول مثالي ولكن بعيد عن السمنة. طبعا السمنة هذه صارت نفس ما أنت قلتي، الناس تفننت مع الأكل، زائد بعد الناس ما تتحرك كثر أول، وبعد في عامل وايد هو النفسي دش بالموضوع، الناس نفسياتهم وايد تأثرت بهالفترة. لما الواحد يتأثر نفسيا يبي هو يلاقي مصدر أنه هو يحق الراحة حقه، فالأكل كان هو مصدر راحة حق الناس. لأن ترى الأكل لما احنا ناكله نفرز هرمون يكون السيروتونين أو حتى بعد الدوبامين اللي هو يساعد على السعادة والراحة النفسية، فالناس اتجهت حق هالموضوع. فنلاحظ هو أكثر سبب الناس قامت تأكل طريقة هذه، نقول إحنا نقول بشراهة يمكن أكثر، لأنه هم ما قاعد يأكلون بطريقة like بوعي أو mindful eating. لما إحنا نطبق mindful eating اللي هو مثلا أنا أكون على وعي أو على إدراك تام إيش قاعدة أكل بهاللحظة، أكون أنا عارفة الكمية اللي قاعدة أكلها، أنواع الأكل اللي قاعدة أخرج I'm choosing، وهالأشياء هالطريقة هذه اللي أنا ممكن أتحكم بأكلي، ما يصير عندي أنا سمنة. فلما الواحد هو يكون على إدراك المايندفولنس الوعي بحياته كلها، هو راح يطبق الصحة وما يسمن بطريقة أكثر. نعم. صحيح، أتفق معاش دكتورة، خصوصا لما الإنسان فعلا يكون عنده وعي بالأكل اللي يأكله. أنا أكل علشان أغذي جسمي، نفس الوقت أستمتع بالأكل بطريقتي الخاصة. كل إنسان له طريقة بتحضير الأكل، لكن لما يعرف أن في بعض المكونات تضر صحته على المدى البعيد لابد أنه هو يقللها. بيني حق مفهوم خلينا نقول الحميات الغذائيه اللي نسويها كلنا بين فتره والثانيه، قد تكون لاسباب كثيره صحيه، ومنها مثلا انقاص وزن، ومنها بعد اسباب صحيه تحتم على الشخص انه يتبع نظام غذائي معين. صح. بدخل معك على طول في موضوع الكيتو، يمكن حتى قبل الهوا قلتي لي انا عندي تعليق على الكيتو، فيا ريت شويه نتكلم عن المفهوم الصحيح وكيف ممكن الانسان يتبعه او انه هو يتفادى هذا النظام الغذائي. شوفي موضوع الكيتو شوية موضوع حساس. نعم. أنا مو ضد أي نظام الصراحة، بس كبداية يعني حابة أقول هالشيء. لكن الواحد لما يفكر لو أحد قال لك اتبعي نظام هو يكون ناقص من مجموعة غذائية معينة، نحس هني في غلط. يعني إذا أنا قلت لك خلاص تعالي عندي العيادة رح أعطيك نظام يكون مثلا عالي بالبروتين أو عالي بالدهون وما في وايد كربوهيدرات يعني هالأشياء، لازم تشكين ليش ما في كل المجموعات الغذائية، هل في فيها شيء نشويات، هل أنا أبتعد عنها حق سبب معين. فأفكر بالطريقة إذا النظام كان مو كامل ما في كل المجموعات الغذائية، شكي فيه. أول شيء النظام هذا الكيتو بالأساس سووه حق الناس اللي هم فيهم أفلبسي اللي إحنا نقول الصرع يعني، فهو سووه حق مرض معين مو حق الناس العادية. والناس اللي هم يعني حابين يطبقونه فترة طويلة مو زينة، فترة قصيرة مثلا حق نقول أسبوعين ممكن يعني ما تزيد عن تقريبا نقول 3 weeks أو a month، بس لازم أحد قاعد يراجعك يعني، بس مو بروحك كذي. بعدين يقدر يسوي الشخص بالانس مثلا بين النظام هذا والنظام آخر. خلي أقول لك شغلة، مشكلة هالأنظمة أن الناس لما تيجي توقفها يمرون يصير عندهم اضطرابات بالتغذية eating disorders، وأنا هذا my speciality يعني. أن نلاحظ الناس لما توقف هالموضوع يصير عندهم صعوبة أن يردون يأكلون طريقة طبيعية. مثلا تقول لي دكتورة أنا حين أخاف أني أكل خبز، أو أني أنا أخاف أني أدخل مثلا
سكريات مرة ثانية بأكلي، فصار عندهم خوف. فهذا نوع مرض آخر دشوا فيه أهما، أن إحنا نخاف نرد حق عاداتنا القديمة الصحية. ففي مشاكل وايد متعلقة مع هالأنواع من الدايتس، فالواحد لو هو يبي يسويها خي يفكر قبلها، هل الموضوع يسوى أني أنا يستاهل أني أنا دش بهال يعني all of these problems يعني. فأي نظام يكون مو شامل كل المجموعات الغذائية شكي فيه، أي نظام يكون هو تحسين فيه بدوخة تحسين فيه بتعب شكي فيه، طبعاً صحيح. أي نظام فيه نزول سريع هم بعد شكي فيه، ليش صار فيه نزول سريع؟ النزول الطبيعي هو نزول يكون يعني متوازن بالتدريج. التدريج بالضبط. فيكون نزول سريع احنا ما نفضله يعني. ففي يعني ساينز او مثل نقول في علامات تبين ان هذا النظام مو صحي. نعم اي نعم. دكتوره يعني كلنا نبي السهل وكلنا نبي نوصل نقول الى الوزن المثالي او نعم. الوزن المطلوب اللي احنا نرتاح له نفسيا في اقصر طريقه. طيب كيف انا احول اكلي اليومي الى غذاء صحي؟ احسن طريقه انك انت تاكلين فيها بطريقه صحيه انك انت تتبعين نظام يكون اول شيء نسمح نقول متوازن، يكون في الوجبات الرئيسيه ان تكون فيها نوع من الالياف، نوع من البروتين، ونوع من الدهون الصحيه. اذا انا حطيت ببالي قاعده اكل هالاشياء بوجباتي الرئيسيه راح اتبع تكون حميه تكون صحيه يعني. ليش؟ أهم طريقة ثانية أني أنا مثلاً صحني نفسه أقسمه بطريقة صحية. شلون؟ يعني أني أنا يكون نص صحني يكون عبارة عن يا خضار يا فاكهة، يكون ربعه نوع من البروتين والربع الآخر يكون فيه نوع من النشويات الصحية، نفس الأوتس الشوفان سوري العيش ممكن يكون الخبز. فيكون أنا قاعدة أنوع بهالطريقة، يكون الصحن المالي يكون متوازن، يكون فيه نوع نفس ما قلت لك من الخضار أو الفاكهة أو ونوع من البروتين ونوع من النشويات الصحية. ما بين الوجبات هذه ممكن أكل لي روب، ممكن أكل لي فاكهة، فأنا بهالطريقة قاعدة أحافظ على الأكل أثناء اليوم. وراح تحسين بالشبع لما أنا الخطأ اللي يصير مع الناس اللي تبعون أنظمة خاطئة أن هم ما يأكلون كفاية، ترى هذه أكبر خطأ لما يعني أنا ما كفاية أكل كفاية. كميات قليلة دكتورة يعني لما أنا ما أكل، في ناس مثلا نوعهم ما يعني خلاص ما راح تريق اليوم أنا أينا. أو مثلا على الغداء بس شوربة وخلاص يعني أينا. ما يصير أصلا حتى خطأ يعني خطأ صحيح. بعدين شو يصير بالليل أقوم وأكل لي وايد يخربطون بالليل ليش؟ يكون عندهم يصير عندهم السكر نازل صحيح. فالجسم يروح هو يدور السكر، وين السكر يروح يلاقي. فتلاقين هالناس هم يدورون الأشياء الحالية بالليل صحيح. سأليهم الناس اللي عندهم هالمشكلة. فالشخص لما قاعد يأكل طريقة صحية ما رح يعاني من هالمشكلة، رح يكون هو already قاعد يأكل أكله ويكون عنده اكتفاء خلينا نقول. وأنا أثناء حديثك دكتورة وايد شيق وكذي أسئلة وايد لا تفضل يعني أي حياتك. من الأسئلة المتعلقة بالنظام الغذائي، يمكن لأن احنا الحين في هذه الفترة مع كوفيد 19 الإنسان بيقوي مناعته الذاتية وأكيد اللقاح متوفر، لكن ما يمنع أن الإنسان يكون بنيته قوية تتحمل كثير من الأمور والأمراض وغيرها، والإنسان يتجنب يحاول كثر ما يقدر وبعدين باجي على رب العالمين. لكن اليوم ذكرتي السكر وإحنا السكر يعني عندنا أيضا يعني كثير من المفاهيم الخاطئة عنه. أبي أتكلم عن النوع الزين اللي ممكن نستفيد منه اللي موجود بالغذاء، والنوع اللي لازم احنا نقطعه، وشون الانسان يقطع السكر، لانه في وايد ناس بالنسبه لهم طبعا انا قاعد اتكلم عن السكر الابيض يستخدمونه بشكل يعني يومي. شوفي انا ما احب سوري يعني بس ام بينج اونست يعني او ما احب شيء اسمه ممنوع. انزين يعني ماكو شيء اسمه سكر زين وسكر مو زين، خلينا نكون واقعيين. الشكر الموجود بالعسل هو نفس الشكر الموجود بال نورمال السكر الابيض، نفس السكر الموجود بالاكل الاخر. فيعني اوكي العسل هو صدق فيه فائده وفي يعني انتي اوكسيدنتس ومفيد، بس انه هو بالاخير هم بعد سكر، يعتبر هو نفس جرامات السكر. لكن انت قاعد تحكين عن السكريات ك يعني كحلو، قصدك يعني اذا قاعد تحكين عنهم هم بالذات، الواحد هو ما تحب نقطع، عشان لما تقطعين راح تدورين نفس ما قلت لك. فالواحد هو يدخل بكميات معينة أو يلاقي بديل حقهم يكون صحي، فهمتني؟ مثلا أنا مشتهية أكل لي شوكولات كاكاو، مو لازم أخذ لي كاكاو نفس like a whole bar، أختار لي بديل آخر نفس شنو ممكن أخذ لي، عرفتوا الرايس كيكس؟ رايس كيك يكون نفس فوق كاكاو مثلا، يكون يبيعونهم بالجمعيات very light،
اخذ لي هذا كبديل. ممكن انا يعني بدال ما اخذ لي يعني قطعه كيكه ادور لي مثلا لا شيء يكون افيد ناس، ممكن تكون يعني شويه تمر مع شويه خلينا نقول روب ولا شيء، فالاقي لي شيء حالي يعني هو يكون يعني أفضل بديل يعني. أو يعني بديل صحي من الأشياء هذه، فما أمنع. بس بالأخير إذا أنا حبيت أكل هالشيء رح أكله. يعني حطي ببالك أنا مثلا أوكي أنا بخاطري هالكنافة خلينا نقول، ما رح أمنع نفسي منها ككل يعني. لا صدق أحاول أني أنا أخذ أوكي إذا أنا صدق هي بخاطري. قبل شو تسوين؟ في فكرة حلوة سووها نوع من المايندفل إيتينج، أن أفكر أنا الحين قدامي الأكل، قدامي الحلو مع ربعي قاعدة مثلا، افكر هل انا شنو حاسه فيه. شوفوا في انواع من الجوع، في جوع يكون الجوع الصجي يعني انا صج بطني يبي ياكل، تحسين بطنك يعني جوعان. في جوع لا اللي انا والله يكون بالمخ اني انا بس شهوة شفت شيء قدامي يعني. اي خلاص طق ببالي انا مشتهيته لانه قدامي الحين، هذا شنو يكون جوع مو يعني حقيقي يعني يكون مور ايموشن يعني بالضبط رغبة خلينا نقول. بعدين في يوع لا يكون ايموشنال اللي يكون احنا نسميه يعني نفسي، انه والله انا متضايقه نفسيا راح ادور الاكل هذا. فانا قبل لا اكل افكر شنو نوع اليوع اللي انا عندي، هل هو نوع ايموشنال او يعني نفسي، ولا هل هو يوع رغبه، ولا هل هو يوع صجي. يعني اذا كان لا يوع صجي اوكي اكل منها شويه، اذا والله يوع بس على رغبه اكل لي كميه محدده منها. فلما اطبق انا الوعي باكلي راح اشوف فائده. كل الناس يستانسون من انا ما عندي شيء ممنوع، كل شيء عادي. ما في شيء ممنوع. شوفي موضوع ان الممنوع هذا خطا، لانه صدق يعني ماكو شيء اسمه يعني اني انا هذا الاكل غلط وهذا اكل صح. نعم. إذا أحد قال لك وهم هذا الرجيم الخاطئ، إذا قال لك مثلا هذا ممنوع الجبن أو مثلا ممنوع الخبز، ليش ممنوع؟ إذا أنا كليته طبعا الجبن فيه فائدة، الجبن فيه كالسيوم، الجبن فيه بروتين، ليش ممنوع؟ فكري فيها أنت بروحك. يعني إحنا عندنا عقول فنفكر ليش ممنوع ممنوع الجبن، ليش ممنوع الخبز، الخبز فيه ألياف، الخبز فيه طاقة، ليش ممنوع؟ اوكي اكله باعتدال بس ما أقطعه نهائيا يعني. دكتورة يعني رجعنا حق نقطة البداية، هو الوعي حزة الأكل. وكثير من أحيانا مع اليمع مثل ما تفضلتي ننسى ناكل بس ما يكون ذهننا حاضر شنو أكلنا. البعض ينظر إلى نقول الغذاء كسعرات حرارية. اليوم أنا أكلت 360 سعرة حرارية، يعني هذا صراع نفسي أنا أشوفه يعيشونه الله يعينهم، خصوصا اللي يسعى حق الرجيم. والبعض يقولك لا ككمية، والبعض مثل ما تفضلتي يعني استبعد من وجباته الأجبان أو الحليب، إنه لا أضرار الدهون لها أضرار. صرنا في مشتتين، ما إحنا عارفين ناكل على السعرات ولا على كمية الأكل ولا فنبي نصيحة أو نبي أنت توجهينا كونك أنت متخصصة شنو الأكل الصحي، هل أمشي على السعر الحرارية أم على كمية الأكل. حلو سؤالك وايد حلو. شوفي خلي أقول لك ماكو شيء اسمه نظام واحد حق الكل، يعني الشيء اللي يمشي علي أنا ما راح يطبق عليك انت، كل شخص يختلف من شخص اخر. يعني انا نظامي غير نظامك انت، انا احتياجاتي تختلف من احتياجك انت، يعني كل واحد يختلف من الثاني. فالنظام اللي يناسبك انت راح يكون مختلف مني انا. النظام اللي هو نقول الصح ماكو شيء اسمه نظام صح، اللي هو يناسبني على حسب احتياجاتي. فهذا هو صدق هذه الاجابه هي، يعني ماكو شيء اسمه نظام السعرات هو الصح. اذا يناسبني اوكي نظام مثلا اللي يكون لا والله اكل بس بتوازن هو الصح يناسبني اوكي، شنو هو اللي يناسبك. وبالاخير لا تخلين ولا نظام من هالانظمه تاثر على نفسيتك على ثقتك بنفسك، لان في وايد ناس يتعلق يعني وايد هم يهمهم انه لا والله انا اخاف امتن، اخاف انه يعني ناس تحكون، وايد كلام الناس ياثر فيهم. صحيح. لا انت حبي نفسك، والله انا اكل عشان صحتي طبعًا. انا ابي اضعف عشان صحتي. صح. حطي هذا الدافع يكون ان انا حبي حق نزول الوزن ليش؟ لان هذا الشيء زين حق صحتي، زين حق السكر، زين حق تنظيم الكوليسترول مثلا خلينا نقول، مو والله عشان العرس الفلاني ولا عشان ولا بطل عشان عندي مناسبه ولا عشان لا عشان يكون عشان صحتي انا. نعم. وانا احب نفسي بكل شكلي. نعم. ضعيفه متينه اللي هو بس المهم اكون صحيه. صحيح. وش كثر هذا الاكل راح ياثر علي؟ زيادة الوزن هل راح تضرني؟ بالضبط. شنو التأثيرات السلبية اللي ممكن تصير على جسمي؟ مو كل من ضعيف صحي، مو كل من ضعيف صحي. صح أكيد الناس مو فاهمين هالشيء، ولا الضعف ترى مو صحة زايدة،
ولا المتن الزايد صحي. الواحد يكون هو باعتدال، يكون مقتنع بنفسه، يكون هو يعرف شنو صحته وين، الأكل شنو هو يفيده، الأكل الصحي وين شلون راح يفيدني. الوزن على الطول الإنسان يعرف إيش كثر هو مثلاً بالنسبة له يحتاج إنه هو يزيد يمكن وزن بعد. في ناس ممكن تقلل وزنها على حسب كل شخص، وأنت وأخبر دكتورة في هذا الموضوع مع أكيد المراجعين اللي يمرون عليكم. طيب في كثير من الأشخاص من بعد ما يأكلون يعني الأكل يقول لك أنا أحس بانتفاخات بالمعدة. الانتفاخات هذه اللي تصير عند كثير من الأشخاص أسبابها طبعاً أكيد متعلقة بالأكل اللي يأكلونه، لكن شو ممكن الإنسان يقدر يعالج من نفسه بعيد عن الأدوية لأن الموضوع متعلق بالأكل؟ طبعاً شوفي الانتفاخات تصير لها أسباب كثيرة، فيها أسباب تكون ممكن من حساسية معينة، من أكل معين، من الألبان، ممكن تكون من الويت، يعني ممكن تكون من أكل معين، فممكن يكون سبب لها حساسية. لكن في أشياء تؤدي إلى الانتفاخات، مثلاً شنو؟ أني أنا أكل بسرعة، لما أنا أكل بسرعة هذا ممكن يؤدي إلى الانتفاخات. لما أنا أكل بشراهة، أكل وايد هم بعد راح تحوشني بعد تخمة وأحس بانتفاخات. ففي أشياء من أكلي راح تؤدي إلى هالشيء. نوع الأكل اللي أختاره، أكل عالي بالدهون يؤدي إلى انتفاخ، أكل عادي بس عالي وايد بالسكريات يؤدي إلى انتفاخات. فهم نوع الأكل اللي أختاره هم هو يؤثر على الانتفاخات ولا لا. في أكل يقلل من الانتفاخات، نفس الأكل اللي يكون غني بالبري أند بروبيوتكس اللي هو يكون مثلاً موجود باللبن، موجود بالروب، هالأشياء فيها شنو البروبيوتكس. البريبيوتكس موجودة بالنفس خلينا نقول النخالة موجودة فيها البريبيوتكس، وهم بعد بالتفاح. فلو احنا اخترنا اكل يكون منتظم في كل المجموعات الغذائيه ما راح نعاني وايد من هالاشكال. نعم دكتوره فعلا استمتعنا معك في هذا الحوار، وهناك مثل ما قلتي اسماء الكثير من الاسئله ودنا نسالها، يعني ودي اعرف على عجاله الممنوعات خصوصا اللي يعاني من القولون. ما شوفي هم مره ثانيه ما في ممنوعات مو عن لا مو عن ماكو ممنوعات. خل اقول لك انت تعرفين شنو ممنوع حقك شنو. انا كل ما يجي احد اقول له انت دكتور نفسك، يعني انت كريتي اكلك اكل معين صار لك فيه انتفاخ، اوكي يوم يومين وكفي. نعم فكل شخص هو راح يلاحظ هالاكل ياثر فيني خلاص ما اكله. فهمتني؟ ماكو شيء اسمه شوفي يعني حق الانتفاخات اكل نبتعد عنه. في اكل معين ممكن يؤدي الى الانتفاخات اللي يكون نفس شنو، نفس البصل، نفس القرنبيط، نفس الزهره، نفس في انواع من البقوليات، هذه الاشياء ممكن تؤثر على القولون. اوكي لكن اكل ان انا والله في احد عنده قولون عصبي اقول له لا والله انت شنو اللي اثر فيك انت شوف نفسك. بس ان اكل اقول لك يا ممنوع حقك انت وانا ما اعرف الحاله الصحيه مالك بالضبط ما اقدر اقول لك صراحه. نعم. يعني كل واحد يختلف من شخص لاخر. صحيح. نعم يعطيك الف عافيه دكتوره، نورتينا وشرفتينا في شاي الضحى، خذينا كثير من المعلومات المهمه خصوصا بما يتعلق بالاغذيه. شكرا لك. ثانك يو. شكرا عافيه. مشكورين. شكرا. اكيد مشاهدينا أنت افهم نفسك وأعرف صحتك، لأن رجيم عن رجيم يفرق وجسم عن جسم أيضا يفرق. نقطع فاصل ونرجع لكم. ربي
يحفظ الكويت من كل مكروه ورب يدوم علينا نعمة الأمن والأمان والاستقرار، ومقبلين أكيد هالأسبوع للاحتفال بالأعياد الوطنية. حب الكويت أكيد بقلوبنا وهذا الشيء ما نختلف عليه، والتزامنا معناته أن احنا فعلا مخلصين لهذه الأرض الطيبة، فالتزم جميعا. أكيد يا أسماء، ودامت أفراح الكويت 60-30 أعوام وأعمام، إن شاء الله نعيش في أمن وأمان وسعادة بإذن الله. نترككم في أمان الله ونشوفكم في حلقة جديدة. مع السلامة. مع السلامة. Show.